دلوقتي خلونا نروح لجولة في آخر الأخبار المحلية والعالمية، ومن بعد هذه الجولة فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن أحمد بلال في ضيافة البيت الكبير. اختتم المارد الأحمر تحضيراته في القاهرة على ملعب مختار التتش قبل السفر مساء اليوم إلى تونس الشقيقة استعدادا لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. أكد الدكتور أحمد جبلة طبيب فريق الأهلي أن محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بعد انتهاء مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس. كشف هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن قائمة معسكر شهر يونيو المقبل، وشهدت القائمة عودة بيرسي تاو نجم الأهلي، ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لخوض مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 أمام نيجيريا وزيمبابوي على الترتيب. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب في النسخ الثلاث المقبلة، وجاء القرار أثناء انعقاد الدورة 74 لمؤتمر الفيفا في العاصمة التايلاندية بانكوك بعدما اجتمع مجلس الفيفا وتبنى جملة من القرارات المهمة. دخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو دائرة اهتمامات نادي القادسية السعودي لقيادة الفريق فنيا الموسم المقبل بعد صعوده رسميا من دوري الدرجة الأولى، ويستعد مورينيو للعودة إلى التدريب مجددا بعد إعفائه من قيادة روما الإيطالي منتصف الموسم الحالي إثر تردي نتائج الفريق في جميع المسابقات. أعلن نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي تعاقده مع الهولندي بيب لاندرز لتولي مهمة تدريب الفريق الكروي، وكتبت الصفحة الرسمية للنادي أن لاندرز سيتولى تدريب الفريق اعتبارا من الموسم المقبل، وسيوقع عقدا لمدة 3 سنوات، وسيتم تقديمه في مؤتمر صحفي منتصف يونيو المقبل. بيب لاندرز هو المدرب المساعد الحالي ليورغن كلوب في نادي ليفربول الإنجليزي، علما بأن الطاقم الفني للريدز سيرحل بنهاية الموسم الحالي. تأهل فريق ريفر بليت الأرجنتيني رسميا إلى كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا مستفيدا من التصنيف بعد الفوز على ليبرتاد الباراغواياني بنتيجة 2-0 في مرحلة المجموعات من بطولة كأس ليبرتادوريس ليكون الظهور الثالث لبطل الأرجنتين في المونديال، وأصبح ريفر بليت الفريق رقم 27 من المتأهلين للبطولة، ويتبقى 5 مقاعد فقط لاستكمال الاثنين 32 فريقا. كشفت تقارير صحفية أن عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ستصوت في الموسم المقبل لإمكانية إلغاء تقنية الفيديو المساعد الفار والتي تم تطبيقها عام 2019، وانقسمت الآراء بين الأندية والمشجعين على حد سواء بعد حدوث عدد من الأخطاء البارزة المثيرة للجدل خلال الموسم الحالي خاصة مع فريق ولفرهامبتون، ويحق للأندية تقديم مقترحات خلال الاجتماع المرتقب والذي سيحتاج إلى التصويت بالموافقة من إدارات الأندية. كشفت تقارير صحفية رغبة نادي كومو الصاعد حديثا للدوري الإيطالي في التعاقد مع عدد من الأسماء العالمية لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة قبل خوض الموسم الجديد. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديل سبورت الإيطالية، فإن النادي يرغب في التعاقد مع الدولي الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الذي ينتهي التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري، وماورو إيكاردي لاعب جالاتا سراي التركي حالياً.